السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رامز جلال بيستضيف في حلقة من حلقاته رحمة احمد مربوحة، هنعرف معانا في الفيديو كل التفاصيل، وكمان دعوة قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير قوي، وهنعرف ايه السبب، وهل السبب مربوحة ولا هنعرف ايه السبب معانا. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. زي ما احنا عارفين ان برنامج رامز جلال السنة دي المشاهدة قلت عليه جدا، وده بسبب المسلسل الكبير قوي، لان الاتنين بيتعرضوا في نفس التوقيت، والتوقيت ده طبعا رامز جلال كان عارف ان نفس التوقيت ده مسلسل الكبير قوي هيتعرض، بس ما حطش في حسابه ان ممكن يأثر على مشاهدات برنامجه. وعشان كده قرر رامز جلال بحيلة ان هو يجيب مربوحة ضيفة من ضيوف برنامجه موفي ستار، وهيعمل فيها المقلب، وهنتفرج على ايه اللي هيعمله فيها، وهنقول كل حاجة معانا في الفيديو. اما الحاجة التانية اللي معانا ان هي دعوة قضائية لوقف عرض مسلسل الكبير قوي بسبب مربوحة، وبسبب هنعرفه معانا دلوقتي التمريض. وحضراتكم عارفين ان في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير كان في مشهد زفاف الكبير على مربوحة، وبتمر المراحل والأحداث، وطبعا تظهر مربوحة بلبس التمريض، وقامت دكتورة كوثر محمود وقالت ان هي هترفع دعوة قضائية بصفتها النقيب العام للممرضين المصريين، والدعوة القضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطلبت فيها بوقف عرض مسلسل الكبير قوي الجزء السادس اللي بيعرض حلقة منه، واعتبرت ان الحلقة دي اساءة واضحة للممرضات المصريات، وبتطالب بوقف مسلسل الكبير قوي في رمضان بسبب الاساءة دي. واكدت الدكتورة كوثر ان مشهد ليلة زفاف الكبير على مربوحة في مسلسل الكبير قوي الحلقة الخامسة، قالت ان لابد ان ترتدي زي الممرضة كي تسير غريزة، وهو اسقاط كبير وإيحاء شنيع، وعلشان كده رفعت دعوة قضائية بوقف مسلسل الكبير في رمضان.